Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, memulakan ujian hafazan pada pagi ini, majlis mempersilakan peserta pertama dalam kategori 1 hingga 10 juzuk. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersedia soalan yang pertama dari surah Ali Imran ayat 186 juzuk yang keempat muka surat 74. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La tubalawunna fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'unna minal ladhina utul kitaba min qablikum wa minal ladhina asyraku adzan katsira. Ulang kemudian teruskan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Latubalawunna fi amwalikum wa anfusikum wa latasma'unna minal ladhina utul kitaba min qablikum wa minal ladhina asyraku adhan kathira wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dhalika min azmil umur. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب والله عزيز حكيم. ولهم عذاب أليم. ولهم عذاب أليم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. حسبك. Soalan yang kedua dari surah Al-A'raf ayat 180 juzuk yang ke-9 muka surat 174. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ih sayujzauna ma kanu ya'malun. Sambung kemudian teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mimman khalaqna ummatun yahduna fil haqqi wa bihi ya'dilun. والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. وأملي لهم إن كيدي متين. أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين. أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ
فبأي حديث بعده يؤمنون من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Hasbuk. Soalan yang ketiga, sila baca ayat berikut dengan bertarannum. Memulai ayat surah Al-An'am ayat 100 juzuk yang ke-7 muka surat 140. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم. Ulang, sila teruskan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست
وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ اتَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Peserta itu tadi ialah saudara putra Abu Bakar bin Muhammad Hanif yang mewakili Kelantan Darun Naim.